السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو مرشحات أحياء للصف الثالث متوسط الفصل الثالث الجهاز العضلي. طبعاً لخصته قبل 9 أيام، لكن هسه قالوا لي موجودة كل الفصول لكن الفصل الثالث ما موجود، فطلعته من قوائم التشغيل وخليت لكم الرابط بالوصف، وراح أخلي الرابط خليت لكم الرابط هذا بالتليجرام، وراح اخلي الرابط بالوصف واول تعليق المثبت. هذا الفصل الثالث الجهاز العضلي، هو هسه هذا الفصل الثالث قليل يعني تلخيصه ما بيشي، تقريبا يتسوى 6 أسئلة. ان شاء الله تستفادون من هذا الفيديو، وايضا خاف يعني تردون هذني، هاي نزلتهم بقناتي على التليجرام، باعوا هاي استفادوا من عندها، الموقع والوظيفة والمقارنات والتعاريف والتعاليل والرسومات وحدد المسؤول وتعداد فقط. باعوا شوفوا، وهاي الأعراض يعني راح أمشي الفيديو على كيفي. مثل ما قلت لكم هذا الفصل الثالث الجهاز العضلي.